أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عين على العالم. نستهل حلقتنا من العاصمة الروسية موسكو التي تعد سادس أضخم مدينة في العالم، ومن أبرز معالم هذه المدينة المكتظة الشقيقات السبعة، وهي تضم مجموعة ضخمة من ناطحات السحاب تتوزع عبر أرجاء المدينة وتفصل بينها مسافات متساوية عن الكرملين، ويمكن مشاهدة الأبراج السبعة من أي ركن مرتفع من المدينة. المزيد عن الأبنية السبعة في موسكو مع رياض مصطفى. إذا زرت العاصمة الروسية موسكو لأول مرة فلا بد أن تبقى في ذاكرتك شوارع المدينة الواسعة ومبانيها المتميزة التي جمعت بين الحاضر والماضي. بعضها يأخذك إلى القرن السادس عشر، وبعضها الآخر يوصلك إلى القرن العشرين، ليذكرك بالحقبة السوفيتية التي كانت حاضرة هنا لسبعة عقود من الزمن. هندستها المعمارية وجزئيات بنائها بقيت شاهدة على تلك الحقبة التاريخية التي مرت بها البلاد وتركت بصماتها إلى اليوم. المباني السبعة أو الأخوات السبعة كما يسميها الروس هي واحدة من تلك، تضم مجموعة ضخمة من ناطحات السحاب تتوزعها المدينة وتنتشر على سبعة تلال وعلى مسافات متساوية عن الكرملين. هي جزء من بصمات الزعيم السوفيتي ستالين، والتي استوحيت تصاميمها من العصور الوسطى، وقيل إن الفكرة مستوحاة من مبنى البلدية في منهاتن في نيويورك، لكن الأكيد أنها بنيت لتخلد ذكرى زعيم الحقبة السوفيتية في ذاكرة المواطنين والزائرين، حيث أطلق عليها المتخصصون مجموعة الفن الهندسي أستاليني. أنا من المعجبين بالتراث، وهي واحدة من المباني الجميلة التي تمثل هذا الإرث التاريخي. إنها تذكر بانتصارنا العظيم على النازية. أنا سعيد أن النمط التاريخي للعديد من المباني بقي على حاله. هذه المباني وإن كانت تتشابه في مظهرها لكنها فريدة من نوعها. هذا طريقه يوصلك إلى مبنى وزارة الخارجية، وهي أحدى هذه المباني التي نتكلم عنها. إنها جميلة في مظهرها. هي مباني عظيمة في مظهرها، كل ما فيها يتكلم عن تاريخ إمبراطورية مرت من هنا. عديد من جزئياتها المعمارية تعبر عن فكر أراد أن يتميز عن غيره من دول العالم الرأسمالي في تلك الفترة. وقد أدرجت هذه المباني ضمن الإرث التاريخي والثقافي والحضاري للبلاد، أصبحت من رموز المدينة كالكرملين والساحة الحمراء ومسرح البلشوي. تشابهت هندستها لكنها اختلفت في استعمالاتها، فواحدة خصصت لتكون مقرا لوزارة الخارجية الروسية، وأخرى لجامعة موسكو الحكومية أحد أكبر الجامعات في العالم، ومنها ما استعمل لتكون فنادق وأخرى مساكن لرجال الدولة والثقافة والفن. وستبقى الأخوات السبع تراثا معماريا متميزا ورمزا من رموز العاصمة موسكو، وتقف اليوم لتنافس بجمالها ناطحات السحاب الحديثة التي ظهرت في أجزاء من العاصمة الروسية. لبرنامج عين على العالم، رياض مصطفى، موسكو.